أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لي إذا رجعت إلى بلادي فيها الصوفية وينظرون إلي أنني وهابي، كيف أعاملهم وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، إذا رجعت وأنت على الحق وعلى البصيرة ما يضرك إذا لمزوك وقالوا وهابي. الوهابي وش فيه؟ الوهابي الحمد لله على الكتاب والسنة. اسألهم عن إذا قالوا أنت وهابي، قل ما هي الوهابية، بينوا لي ما هي، وش منهج الوهابية وش قامت عليه، اسألهم عن ذلك، ما تجد عندهم علم بذلك. نعم.